بسم الله والحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. أما بعد، موضوعنا حماية وتثبيت الجنين من الجن والشياطين. هذه الآيات نسأل الله أن ينفع بها لمناسبتها حال المرأة الحامل بإذن الله، وتناسب ذات الجنين المقلوب والتي تعاني من إسقاطات متكررة وإجهاضات وموت أو قتل الأجنة، ومن تحمل وحملها يكون ضعيفا أو خفيفا، ومن تعاني من نزول الجنين في وقت مبكر جدا أو النزيف أثناء الحمل، وللحامل في آخر مراحل حملها ومرحلة الطلق وما قبل الولادة، وكذلك للعقم وعدم الإنجاب وتأخر الحمل وغيرها من مشاكل الحمل واضطراباته بشكل عام. وهي آيات لها علاقة بالتثبيت بصفة عامة لتثبيت القلب والدين والقرآن والعلم والعقل والنفس والحمل، وفي كل ظرف صعب كامتحان وابتلاء، وللرجال والنساء والصغار والكبار. وهي استشعار معاني الآيات والتأثر بها لا مجرد القراءة، وإنزالها وإسقاطها على حال المريض أو المريضة، كطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف تصور تصورا علاجيا لمريضة النزيف في آية: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، حيث شبه الأرض بالإنسان والنزيف بالماء والمطر، وتصور بلع الأرض للماء بتوقف النزيف، وأن هذا النزيف بلعته تلك الأرض، وأن مصدر النزيف أقلع، وأن النزيف غاض، وأن الأمر انتهى، من كتاب زاد المعاد الجزء الرابع. وعندما نثر الرسول صلى الله عليه وسلم التراب على رؤوس المشركين عندما أحاطوا منزله ليلة الهجرة، وخرج عليهم وهو يتلو قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم صرف إلى حيث أراد أن يذهب. والحديث في البداية والنهاية لابن كثير الجزء الثالث، وفي فتح القدير للشوكاني الجزء الرابع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل هذه الآية منزل العمى والغشاوة على أبصارهم حتى لا يبصروه عند خروجه من داره في قصة الهجرة. ولا بأس أن تقرأ الحامل الآيات التالية وتنفث بها على ماء زمزم وتشرب بها وتغتسل منها، أو تضع يدها على بطنها وتقرأ هذه الآيات ثم تقول: اللهم إني أستودعك نفسي وما في بطني صباحا ومساء، أو في أي وقت لو أمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استودع الله شيئا حفظه. والحديث صححه الألباني في صحيح ابن حبان. وأولا وآخرا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والطريقة الآن هي وضع اليد موضع البطن وترديد هذه الآيات والتأمين على الدعاء، ونسأل الله القبول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. اللهم صوره في أحسن صورة ونجه من كل تشويه، اللهم ارزقه جمال الخلق والخلق. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. اللهم صوره في أحسن صورة ونجه من كل تشويه، اللهم ارزقه جمال الخلق والخلق. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. اللهم واكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. اللهم واكتب له طول العمر وحسن العمل وسعة الرزق وسعادة الدارين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. اللهم إني أستودعك جنين الذي في رحمي، وأنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. اللهم إني أستودعك جنين الذي في رحمي، وأنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
وجعلنا لهم أزواجا وذرية وأنبتت من كل زوج بهيج. اللهم ارزقها زوجا صالحا تطيب به نفسها وتقر به عينها وتسعد به في الدارين، وأنبتت من كل زوج بهيج. اللهم ارزقها زوجا صالحا تطيب به نفسها وتقر به عينها وتسعد به في الدارين، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. اللهم ارزقها بالبنين والأحفاد، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. اللهم ارزقها بالبنين والأحفاد، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. اللهم أقر عينها بالبنين والبنات، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. اللهم أقر عينها بالبنين والبنات، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. اللهم أقر ما في أرحامهن من النطف والأجنة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اللهم احفظ جنينها في قرارك المكين، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. اللهم أقر ما في أرحامهن من النطف والأجنة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اللهم احفظ جنينها في قرارك المكين، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. اللهم أقر ما في أرحامهن من النطف والأجنة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اللهم احفظ جنينها في قرارك المكين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. اللهم أمسك عليها جنينها من السقوط والزوال والإسقاط. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله، يثبت الله، يثبت الله. اللهم ثبت جنينها واتمم حملها على خير. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. اللهم أمسك عليها جنينها من السقوط والزوال والإسقاط. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله، يثبت الله، يثبت الله. اللهم ثبت جنينها واتمم حملها على خير. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. اللهم أمسك عليها جنينها من السقوط والزوال والإسقاط. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله، يثبت الله، يثبت الله. اللهم ثبت جنينها واتمم حملها على خير. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اللهم أمسك جنينها في رحمها من السقوط والوقوع. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. اللهم أمسك جنينها في رحمها. اللهم أمسك جنينها في رحمها من السقوط والوقوع، كما أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد. كما أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد. اللهم أمسك جنينها في رحمها من السقوط والوقوع، كما أمسكت السماء أن تقع على الأرض بلا عمد. اللهم أمسك جنينها في رحمها من السقوط والوقوع، كما أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اللهم ثبتها وثبت جنينها. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامها وانصرها على من عداها. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اللهم ثبتها وثبت جنينها. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامها وانصرها على من عداها. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. اللهم ثبتها وثبت جنينها. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامها وانصرها على من عداها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم كن معها ناصرا ونصيرا ومؤيدا وبشيرا، وثبت أقدامها على الحق المبين،
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا. اللهم كن معها وثبتها واربط على قلبها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم كن معها ناصرا ونصيرا ومؤيدا وبشيرا وثبت أقدامها على الحق المبين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا. اللهم كن معها وثبتها واربط على قلبها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم كن معها ناصرا ونصيرا ومؤيدا وبشيرا وثبت أقدامها على الحق المبين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا. اللهم كن معها وثبتها واربط على قلبها. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اللهم ثبتها واهدها وبشرها بما يسرها. كذلك لنثبت به فؤادك. اللهم اقذف عليها ما تثبت به فؤادها. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اللهم ثبتها واهدها وبشرها بما يسرها. كذلك لنثبت به فؤادك. اللهم اقذف عليها ما تثبت به فؤادها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم احفظها وجنينها من كل مكروه وسوء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللهم شد عزيمتها وقوها وأعنها وثبتها وجنينها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم احفظها وجنينها من كل مكروه وسوء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللهم شد عزيمتها وقوها وأعنها وثبتها وجنينها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم احفظها وجنينها من كل مكروه وسوء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اللهم شد عزيمتها وقوها وأعنها وثبتها وجنينها. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم لا تجعل له عليها سلطانا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم لا تجعل له عليها سلطانا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم لا تجعل له عليها سلطانا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللهم يا سامع الصوت. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. يا من أجاب نوحا حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه. اللهم يا من خلقتنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. اللهم يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى. يا من خضعت لعظمة
لكرامته الرقاب، وذلت لجبروته الشدائد الصلاب. يا من لا توارى منه سماء سماء، ولا أرض أرض، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. يا من لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم أن تشفي الأرحام من كل سحر وحسد وعقد وسدد. اللهم أن تشفي الأرحام من كل سحر وحسد وعقد وسدد. اللهم أن تشفي الأرحام من كل سحر وحسد وعقد وسدد، ومن كل مرض وعين وحسد، ومن كل الألياف والأورام السرطانية الحميدة والغير الحميدة، ومن كل مرض وعين وحسد، ومن كل الألياف والأورام السرطانية الحميدة والغير الحميدة، ومن كل مرض وعين وحسد، ومن كل الألياف والأورام السرطانية الحميدة والغير الحميدة. اللهم أبطل سحر الأرحام وسحر العقم وسحر الإجهاض وإسقاط وقتل الأجنة وسحر النزيف وكل سحر على الأرحام. اللهم أبطل سحر الأرحام وسحر العقم وسحر الإجهاض وإسقاط وقتل الأجنة وسحر النزيف وكل سحر على الأرحام. اللهم أبطل سحر الأرحام وسحر العقم وسحر الإجهاض وإسقاط وقتل الأجنة وسحر النزيف وكل سحر على الأرحام. اللهم حل عقد الأرحام والمبايض وأعناق الأرحام المربوطة، اللهم حلها كلها قديمها وجديدها أولها وآخرها. اللهم حل عقد الأرحام والمبايض وأعناق الأرحام المربوطة، اللهم حلها كلها قديمها وجديدها أولها وآخرها. اللهم حل عقد الأرحام والمبايض وأعناق الأرحام المربوطة، اللهم حلها كلها قديمها وجديدها أولها وآخرها. اللهم فكما حللت أولها وأوسطها فحل آخرها بقوتك وعزتك. اللهم حلها عقدة 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 عقدة. اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت، للأجنة سقطت، وكل عين حاسدة حاقدة ناقمة مستكثرة، وكل عين حاسدة حاقدة ناقمة ناقمة مستكثرة معجبة من إنس أو جان أو من قريب أو بعيد، من رجال أو نساء، من صغير أو كبير. اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت، للأجنة سقطت، وكل عين حاسدة حاقدة ناقمة مستكثرة، وكل عين حاسدة حاقدة ناقمة ناقمة مستكثرة معجبة من إنس أو جان أو من قريب أو بعيد، من رجال أو نساء، من صغير أو كبير. اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين قديمة في الأرحام استقرت، للأجنة سقطت، وكل عين حاسدة حاقدة ناقمة مستكثرة، وكل عين حاسدة حاقدة ناقمة ناقمة مستكثرة معجبة من إنس أو جان أو من قريب أو بعيد، من رجال أو نساء، من صغير أو كبير. اللهم اقتل، اللهم اقتل واحرق وأخرج وأهلك من سكن الأرحام والعورات والمغابن من عاشق وعاشقات الجان وخدام العين الحاسدة والسحرة. اللهم اقتل، اللهم اقتل واحرق
واحرق وأخرج وأهلك من سكن الأرحام والعورات والمغابن من عاشق وعاشقات الجان وخدام العين الحاسدة والسحرة. اللهم اقتل، اللهم اقتل واحرق وأخرج وأهلك من سكن الأرحام والعورات والمغابن من عاشق وعاشقات الجان وخدام العين الحاسدة والسحرة. اللهم أخرجهم من الأجسام، اللهم أخرجهم من الأجسام والأرحام والعورات والمغابن وسائر الأجساد. اللهم أخرجهم من الأجسام، اللهم أخرجهم من الأجسام والأرحام والعورات والمغابن وسائر الأجساد. اللهم أخرجهم من الأجسام، اللهم أخرجهم من الأجسام والأرحام والعورات والمغابن وسائر الأجساد. اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا. اللهم أخرجهم من الأجساد، اللهم أخرجهم من الأجسام والأرحام والعورات والمغابن وسائر الجسد. اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا، غلاما رضيا، وذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم قر نفسها وعينها ببنين وبنات، واشفها أنت الشافي عاجلا غير آجل. اللهم أصلحها لزوجها، وأصلح زوجها لها، وأصلح ما بينهما، وألف على الحق والخير قلوبهما، وانزع كل شحناء وبغضاء بينهم. اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، واجعل سحرهم زيادة في المحبة والألفة والمودة بينهم. اللهم يا أكرم من سئل، ويا أجود من أعطي، أبطل ما صنع السحرة، أبطل ما صنع السحرة، وجددوا وربطوا وعقدوا ونفثوا وعددوا ونوعوا عليه من الأسحار. اللهم أبطل أكبر العقد وأصعب العقد وأقدم العقد وأقوى العقد. اللهم أبطل كل عقدة تفرعت منها العقد. اللهم أبطل أكبر العقد وأصعب العقد وأقدم العقد وأقوى العقد. اللهم أبطل كل عقدة تفرعت منها العقد. اللهم أبطل أكبر العقد وأصعب العقد وأقدم العقد وأقوى العقد. اللهم أبطل كل عقدة تفرعت منها العقد. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم يا مجيب يا قريب باسمك الأعظم، إلا شفيت كل مريض ومريضة من مرضى المسلمين، من المحسودين والمحسودات، والمسحورين والمسحورات، والممسوسين والممسوسات. وأخص بالدعاء والدينا أحياءهم وكل من كان له حق علينا أو وصانا أو وصيناه بالدعاء، وكل من أنقصنا من شأنه أو اغتبناه، ولعلمائنا ومشائخنا ولولاة أمرنا أن تحفظهم من سحر الساحرين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين ومن أنفس الجن وأعين الإنس والشياطين، بعزتك وقوتك وقدرتك يا عظيم. اللهم إنا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، إلا أننا نطمع في كرمك وجودك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطي. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.